سعيد شاعر للجلوس مع تجربة سريع بديها وسريع في الاستفادة من ما حوله. يعني حضوره الهادئ الواثق يضفي جمالاً لكل كلمة يقولها. متعدد جداً، يعني كل ما جيت أمسكه من زاوية عشان أمدحه منها يعني يطلع لي من زاوية ثانية. إن الكلمة المنطلقة من اللسان كجواد يهبط من درب ضيق وعر إلى فضاء فسيح وممتد. هكذا يخبرنا الشاعر الدغستاني رسول حمزة توف، وها هو جوادي يهبط إلى فضاء القصيدة ليصافحها مصافحة خجولة، مصافحة تسائل القصيدة وتحاورها حوارا يزعم أنه بين الذاتي والموضوعي. لم تعرف القصيدة ذات يوم مكاناً أو حالاً يحول بينها وبين هبتها، كانت تتكثف هناك في أعالي الروح فيما يترقب القلم فكرتها كما يترقب غصن شجرة طائرة تنضج بهدوء على لهيب الزمن. الزمن ذاك الشيء الذي يشبه ريلك علاقة القصيدة به بالشجرة التي تقاوم رياح الربيع القوية دون خشية أن لا يأتي الصيف أبداً. فالصيف سيأتي حتماً، ولكن فقط لأولئك الذين يعرفون كيف ينتظرون بهدوء. الزمن ذاك الذي كان للقصيدة رحماً تولد فيه وكان اختبارها الأصعب في مواجهة الخلود. أتساءل عنه، أتخافه أم تعول عليه؟ كانت القصيدة نزهة في درب جبلي وهروباً من صوت قذيفة تهوي وزاوية معتمة في كل غرفة. كانت بنت كل وقت ولا وقت، وبنت كل حال ولا حال. رشيقا كالوعول يجيء شعري، وحينا كالذئاب يجيء ختلا، وحينا للقصيدة طعم ليل، وحينا للقصيدة طعم ليلى. لا تتبدل القصيدة للشاعر كمعنى بالغ الوضوح والاكتمال، وإنما كمعنى غامض وإشارة خفية لحوحة وحالة تتخلق وتجربة تنصهر فيها انفعالاته الداخلية مع تأملاته الخارجية، فلا يستطيع الشاعر التعبير عنها إلا بالقصيدة نفسها، والتي لا تكتفي بمجرد سرد أو وصف لتلك التأملات والانفعالات وكأنها آلة تسجيلية للواقع فحسب، بل تستند على فلسفة أو رؤية ما يستنطقها الشاعر في تأمله وفهمه المختلف للواقع. لتحقيق ذلك يستعمل الشاعر الأدوات والتقنيات المناسبة والقادرة على مقاربة هذا المعنى وهذه التجربة المتشكلة، مقاربة لا تكتفي بدلالات المعاني وحسب، بل بالتقنية والأسلوب الذي يحمل تلك المعاني أيضا. إنها مقاربة قادرة على إخراج القارئ من سكونه وزمنيته إلى فاعلية وحيوية تلامس المسكوتة قبل المفصح عنه والخفية قبل الواضح الصريح. ولكن كيف يتبدى هذا المعنى أمام قارئ القصيدة؟ لا يتخذ المعنى هنا أو التجربة المتشكلة صورة نهائية يصل القارئ إليها أو يكشف الستار عنها، كما إن القصيدة ليست قضية معرفية أو فكرة مجردة على القارئ أن يفهمها. ما يحدث عند قراءتنا للقصيدة هو أننا نستند إلى مدى تقارب تجاربنا الذاتية مع التجربة المتجسدة في النص، ومدى توافق دواخلنا مع ما تقدمه مائدة النص الحافلة بالاستعارات والمجازات. وعلى هذه المائدة يبقى الحوار مفتوحاً دائماً، ويبقى المعنى قيد التشكل. إن قراءة مثل هذه لهي قراءة متعبة ولا شك، ولكن لا بد من أنات وجهد في قراءة القصيدة تقترب ولو بشكل يسير وبسيط من أنات الشاعر وجهده في الكتابة. وصدقوني أن هذا الجهد لن يلبس طويلاً قبل أن يتحول إلى متعة لا تضاهى. تتساءل الشاعرة البولندية في سوافا شمبورسكا عن الشعر فتقول: الشعر، لكن ما هذا الشعر؟ قد أجيب عن هذا السؤال بأكثر من جواب قلق، أما أنا فلا أعرف، لا أعرف، وأتمسك بذلك كذراع للخلاص. وأنا أيضا يا قصيدة مهما ادعيت وقلت فإنني على وجه الحقيقة لا أعرفك، لا أعرفك. لقد همست لي القصيدة يوما بوعد الوفاء للهبة الأولى، وعوتنا على وعدها،
لكنها ما فتيت تذكرني. أنا أشبهك، أنا أشبههم، أنا أشبهكم كلكم كلكم، وأنا لا أشبه منكم أحدا، أنا التجلي الحر كما يصفني درويش. وخاب تعويلي، لم تكن القصيدة ذات يوم خيارا. عرفت ذلك أم لم أعرف؟ كانت ناري التي لا تخمد، نهري الذي لا ينقطع، لحني الذي لا يتم، سفري الذي لا ينتهي، حقيبتي التي لا تنساني، ذاكرتي التي لا تلتئم، حنجلتي التي لا تكتمل، وحبي الذي لم. كانت القصيدة بحة جدة الأنوية تردد: خذوا أسماءكم وانصرفوا، وهمس أمي بعد كل فقد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. وكانت ترن في رأسي بصوت دنقل: كلما لاح لي سراب اليأس، آه ما أقسى الجدار عندما ينهض في وجه الشروق، ربما ننفق كل العمر كي نثقب ثغرة ليمر النور الأجيال مرة، ربما لو لم يكن هذا الجدار ما عرفنا قيمة الضوء الطليق.